حصل ايه؟ وقفت ليه؟ قلت لك وزنك تقيل، العربية ما تستحملش. يلا انزل زق. طب ما تنزل زق معايا وانا هزق لوحدي. هزق معاك ازاي بس؟ امال مين اللي هشغل العربية؟ انزل انزل. ايه جامد؟ ايه مدحت؟ خد بالك من نفسك وامشي جنب الرصيف. هجيبك انت وهي من تحت تقطيع الارض. شايف الشوك ليه وجدي؟ ايوه. في واحده جت عندكم هنا ومعاها عيل صغير. ايوه الست كبيره راحت مصر، جاب ست ماجده هي وابنها. ماجده؟ ماجدة مين؟ مرات المرحوم مصطفى بيه. طب انا عليك مش فاهم حاجة، هما موجودين جوه؟ الست الكبيرة بس، والست ماجدة راح تشوفوا المصنع. مصنع ايه؟ بتاع البيه الصغير ابن المرحوم مصطفى بيه. اكيد الحكاية دي فيها سر. فين المصنع ده؟ في سموحة شارع رشدي نمرة 11. حوالي مليون جنيه ونص. بس ده انا كنت فاكرة انه يساوي 3-4 مليون. طول ما مراد ماسك المصنع ان شاء الله هيكبر وانتاجه يزيد. هو في كم واحد بيشتغل؟ 20 موظف و 120 عامل بس. اخدوني كشوفات المعيات عشان اراجعها. عشان ايه؟ اصل بيحصل في الكشوفات لخبطة وتزوير. سامع، ناوي اتجوش على المصنع من دلوقتي. ايه في ايه؟ لحظة واحدة. اخويا ازيك يا مدحت؟ اخوك؟ ايوه اخويا، اوعى تغلط، انا اسمي ماجدة. اختي. اخويا حبيبي. حبيبتي يا اختي. ازيك يا اختي؟ ازيك يا ايه؟ ماجدة. ازيك يا ماجدة؟ ايه الحكاية؟ ده يطلع ايه ده؟ مش عارف. الأستاذ مراد ابن عم جوزي. أهلا وسهلا، وحشاني يا أختي أوي. وسميرة بنت عم جوزي. أهلا يا سميرة، وحشاني يا أختي. وده المصنع بتاعنا. المصنع بتاعكم؟ وحشاني يا أختي أوي. طب تعالى أفرجك عليه، تعالى بص. انت ابني جوزك. اعطيني ما انت جاي تطمن عليا انا وابني اشرف. ابنك اشرف؟ اشرف حبيبي. ازاي يا اشرف دلوقتي؟ اطمن يا استاذ مدحت، ماجده وابنها اشرف هيعيشوا معانا في الحفظ والصون. لا 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 لا، احنا لازم نروح حالا. نروح فين؟ ايه طيب انت لو سمحت لي بس هتكلم مع اختي شويه. اتفضلي. عايز ايه؟ الحكايه انا عايز اعرف. لا حكايه ولا حاجه، انا عايش مع اهل جوزي. انت اتجوزتي؟ وطي صوتك، دول فاكريني ماجده. ماجده مين؟ مراتي مصطفى. مصطفى مين؟ الله، ام اشرف. الواد الصغير؟ اه. وانت ازاي توافق على حاجه زي كده؟ يا استاذ مدحت، اذا كنت انت خايف على ست اختك ماجده، احنا برضو خايفين عليها اكتر منك. دي مرات ابن عمنا برضو. انت عارف بقى الست الارمل بيبقى الرجاله مطمحهم فيها كبير، وعلشان كده انا عاوزك ثانيه واحده. انا فكرت اتجوزها. تتجوز مين؟ ماجده. ماجده مين؟ اخت حضرتك. على العموم انا لسه ما فتحتهاش في الموضوع، البركه فيك بقى، انت اللي هتساعدني. اساعدك؟ اساعدك في ايه؟ تحاول تقنعها. اقنعها؟ طب شوف، انا بقول لك انت تقفل على الموضوع ده خالص لغايه ما افهم الحكايه. معقوله يكون ده اخوها؟ بسيطه، ممكن نعرف حالك. المستشار القانوني بتاع المصنع بتاعنا. مدحت اخويا. اهلا وسهلا، تشرفت.
اسمح لي البضاعه الشخصيه بتاع حضرتك. دي سيادتك مخبر ولا حاجه؟ خير؟ لا ده مجرد اطمئنان بس. انتوا هترجعوا تشكوا فيا تاني؟ ايه ده؟ هم شكوا فيكي؟ ازاي تشكوا فيا؟ ازاي تشكوا فيا؟ انتوا فاكرين انا نصابه ولا جايه تنصب عليكم؟ اسمح لي البضاعه. يلا بينا، انت ليه قعدتك على المناصب دي؟ يلا بينا. اسمح لي البضاعه من فضلك. اللي تسمح البطاقة تسمح البطاقة، وانت عليك عفريت اسمه تسمح البطاقة. انا اسمي مدحت علي عمران، وهي اسمها مادة فهمي اسماعيل. ايوه فهمي مادة اسماعيل. مادة فهمي اسماعيل. يعني مش اخوات؟ لا اخوات، بس من ام واحدة، وهي من اب وانا من اب. كده مرة واحدة؟ ايوه كده، وبتحصل في احسن العائلات. يلا بينا يا ماجدة. استنى بس يا استاذ مدحت، حصل خير؟ لا يمكن تقعد معاك. يلا يا ماجدة. حقك عليا. لا يمكن يا استاذ مدحت، استنى، عاوزك ثانية واحدة. ايه رأيك؟ اكيد الاثنين دول نصابين. بس شهادة الميلاد وقسيمة الجواز بتقول غير كده. معرفش بقى، انت تتحرى عنهم تاني وتشوف دي كانت عايشة فين وساكنة مع مين، وبعدين ايه حكاية اخوها ده؟ المهم انكم تخليكم ماشيين معاها في مسألة الجواز عشان ما تكشش من اي حاجة. وانا ليا صديق في مباحث القاهره هتصل بيه يعمل تحريات عنهم هما الاثنين. رايح فين يا حبيبي؟ اهلا وسهلا يا مدحت. يا اهلا بيك يا طن. يا ابني مستغرب عليه، رايح فين؟ اسمع، سيب ده هنا وروح هات واحد تاني. سيبه يا خميس. سيبه خميس. ان شاء الله يكون الاكل عجبك. طبعا يا طنط، انتوا اللي باين عليكم مش عاجبكم، ما بتاكلوش. احنا بناكل بس على مهلنا. نونو نونو. تصوري يا طنط، الاستاذ مدحت ما كانش راضي يجي يتغدى معانا. وده صح يا مدحت يا ابني، ده البيت بيتك، خليك معانا كم يوم. لا قصدي ان مدحت وراه شغل. شغل مين؟ انا واخد اجازه، يعني ممكن اقعد هنا اسبوع اسبوعين. يا مرحبا يا ابني. انا مش هتفضل من هنا غير لما اخد ماجده معايا. تاخدني معاك فين؟ انا هقعد هنا في بيت جوزي. جوزك؟ طبعا يا ابني. هو حقيقي القعده هنا حلوه والاكل ممتاز، بس خطر. خطر؟ خطر ليه بقى؟ قصدي يعني خطر، خطر على صحتها، اصل الجو هنا رطب وده مش كويس علشانها. بالعكس، انا من يوم ما جيت هنا وصحتي اتحسنت، وكمان طنط متعلقه بيا انا واشرف. خلاص سيبي لها الواد وتعالي معايا. ده اسمه كلام يا ابني؟ تحرم الولد من امه؟ البركه فيكي. يفترض ان امه ماتت. ماتت؟ حرام عليك يا ابني. هو مدحت كده يا نينا، طول عمره قلبه اسود. كتاكيل بلا سدت نفسي. مالكش حق يا مدحت يا ابني تفول على اختك بالشكل ده. انا خايف عليها يا طنط، واعرف مصلحتها فين. اختي ارمل وكل العيون بتبص لها، لازم تبقى جنبي عشان اخد بالي منها. قول لي يا مدحت يا ابني. نعم. هو مراد ما كلمكش في حاجه؟ حاجه زي ايه؟ جوازه من اختك مثلا؟ لا 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 لا, لا. انا عايزكم تطلعوا الموضوع ده من دماغكم خالص. ليه يا ابني؟ لا اصل الموضوع ده عايز تفكير. ولا تفكير ولا حاجه يا مدحت يا ابني، اختك لسه صغيره والجواز للي زيها حمال، وضروري هيجي عليها يوم وتتجوز. ويعني مش هتتجوز غيرك انت؟ لحتى بعيد ايه اللي عيب فيها دي؟ حتى يا ابني تحل له شرعا. انا ما بكلمش عن الشرع، انا في حد متكلم عليها. انا؟ انت قصدي استنى لما اكمل كلام. انت عادله على الواحده؟ انا قصدي اقول يعني ان انا ما اقدرش ابت في موضوع زي ده غير لما اخد رايها. ان شاء الله هتوافق، وماجدة مش هتلاقي حد أحن على ابنها من مراد. عن إذنكم. طيب تسمحوا لي. ما قلتليش هتكلمها؟ اهدى، أنا بس عايزك تهدى. ها؟ عايز نهدى؟ الجدع ده معقد موضوع الجواز ليه؟ معقده ليه؟ عشان ماجدة وثروة ماجدة عايز يلهفها. كده؟ ده نخرب بيته. لا لا استنى بس، مش تقولي هتعمل ايه الاول؟ انت ازاي تخش عليا الاوضه؟ ايه مش اخوكي؟ انت تاخد بعضك وتمشي من هنا حالا. شوف اما اقولك، انا قبل ما امشي هقول على كل حاجه. عارف لو فتحت بقك بكلمه هورطك معايا، هقول ان احنا موضبين الحكايه سوا، وقدام البوليس هطلع انا بقى مش مرات مصطفى وانت مش اخويا، يعني الحكايه نصب في نصب.
انت عايزه توديني في حديد؟ زي ما انت عايز تضيع مستقبلي. مستقبل ايه؟ عزة علي. حد يسيب العز ده كله ويبقى عاقل؟ ممكن الحكايه دي تتكشف في اي لحظه وتقضي بقيت عمرك في السجن. لا اطمن، طول ما الورق ده معايا هيحميني، وهم خلاص اقتنعوا بيه. يعني انت هتتجوزي الجدع الدهولي ده اللي اسمه مراد؟ هو قالك كده؟ وبعتني ليه كده؟ عشان اقنعك. كتر خيرك، انا خلاص اقتنعت. اقتنعت بايه؟ انا مش موافق. توافق ولا ما توافقش ده مش شغلك. عزة انا خايف عليك. انا ماجدة. ما تقوليش يا عزة، انت كده هتوديني في داهية. كل حاجة كانت ماشية كويس لحد ما انت جيت. ايه؟ عايز ايه؟ كلمتها؟ لا لسه. الله، امال كنتوا بتتكلموا في ايه؟ انت مالك يا اخي؟ طب خلاص بقى، انا اللي